تبقى تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيكم. تغطيه رياضيه جديده مقدمه من تلفزيون اليوم السابع، معاكم محمد عراقي. لسه الميركاتو مشتعل بشكل كبير، ميركاتو الاهلي والزمالك، لازال الاهلي والزمالك يعني بيدوروا على ضالتهم الهجوميه لتحسين طبعا اداء الفريقين خلال الفتره اللي جايه. يمكن اكتر وقت الاهلي محتاج مهاجم، واكتر وقت كمان الزمالك محتاج مهاجم. الزمالك بقاله فتره كبيره بيعاني بشكل كبير، الامر اتسبب طبعا في رحيل جوزالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وكمان النادي الاهلي شايف ان هو محتاج مهاجم باقصى سرعه، خصوصا الفريق مقبل على المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. كهربا متالق، محمد شريف متالق، ولكن كولر لسه شايف ان هو محتاج مهاجم اجنبي يقدر يساعد الفريق خلال الفتره اللي جايه، خصوصا ان كهربا يعني لسه عنده قضيه طبعا زي ما كلنا عارفين، يوم 2 فبراير ممكن يتم وقفه مره ثانيه، فبالتالي الفريق هي يعني هيفتقده، والاهلي هيكون ساعتها مفيش الا محمد شريف. محمد شريف حتى فعلا هو تالق في مباراه وتالق في مباراتين، ولكن لسه برضه مفيش اقتناع كبير ان محمد شريف يقدر يقود الهجوم خلال الفتره اللي جايه، فبالتالي قصه المهاجم لسه مشتعله بشكل كبير سواء في داخل النادي الاهلي وداخل نادي الزمالك. وانا اقول لكم كواليس اللي هنا وهنا قبل التعاقد مع المهاجم باذن الله في الناديين. الزمالك، خلينا نبتدي بالزمالك. خلاص ايبوكا بعد فشل انتقال ايبوكا، الزمالك مش عايز يعمل ريسك، يعني اللي حصل في سامسون الزمالك مش عايز يكرره، فعشان كده ابتدى يلجا الفريق الابيض ان هو ممكن يتعاقد مع مهاجم محلي. المهاجمين المحليين اللي موجودين على الساحه مش كتير، يعني المهاجمين اللي ممكن الاهلي الزمالك يفكر فيهم مش كتير. كده كده كان افضل مهاجم دلوقتي في الدوري هو مروان حمدي، اساسا هو لعيب في نادي الزمالك والزمالك باعه النادي المصري، فبالتالي بعيدا عن مروان حمدي المهاجم اللي يجي بعد مروان حمدي هو ناصر منسي. وبالفعل رغم ان نادي البنك الاهلي كرفض تماما فكره التفريط في ناصر منسي، واداره البنك رفضت في اكثر من مناسبه قبل كده ان هي تفرط في ناصر منسي للزمالك، ولكن يعني اصرار الزمالك ورغبه البنك الاهلي في الحفاظ على العلاقات مع نادي الزمالك خلت في اختلاف وجهات النظر بين الطرفين، بالاضافه طبعا لرغبه اللاعب اللي اكد في اكثر من مناسبه ان رغبته الكبيره ان هو ينتقل لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. من المتوقع ان الصفقه تنتهي خلال الساعات اللي جايه، ويكون ناصر منسي هو اول صفقات الزمالك خلال فتره الانتقالات الشتويه. لسه برضه عبد الله السعيد يعني مطلوب رقم واحد داخل نادي الزمالك، يعني عبد الله السعيد بيراميدز ممكن يكون متمسك بيه شويه، ولكن اصرار عبد الله السعيد على اللعب للزمالك، هو شايف ان هو خلاص اخر سنه ونص في مسيرته الكرويه، حابب يختم حياته في نادي جماهيري، مش لاقي افضل من الزمالك في الوقت الحالي طبعا في ظل يعني صعوبه عودته للنادي الاهلي، وكمان العلاقه بينه وبين الاجهزه الفنيه في الفتره الاخيره مش افضل حاجه، سواء مع تاكيز جونياس المدير الفني السابق او حتى باتشيكو المدير الفني الحالي، خصوصا طبعا بعد اللقطه اللي حصلت في مباراه الاهلي وتغييره بعد ربع ساعه بس من انطلاق المباراه بعد طرد علي جابر، فبالتالي هو لسه شايلها شويه، فبالتالي رغبه عبد الله السعيد الكبيره ان هو ينتقل لنادي الزمالك، والزمالك مخلص مع كل حاجه، يبقى بس الاتفاق بين نادي الزمالك وبين نادي بيراميدز خلال الساعات اللي جايه. دي يمكن القصه داخل نادي الزمالك. النادي الاهلي الوضع مختلف شويه، يعني كده كده خلاص الزمالك عارف ان هو بيجيب مهاجم من هنا، فبالتالي الوضع اسهل شويه. بالنسبه للنادي الاهلي الموضوع صعب، يعني هو بيتارجت مهاجم اجنبي، تارجت اكتر من مهاجم خلال الفتره اللي فاتت، اكتر من مهاجم كبير زي موليكا مثلا، ولكن واضح ان في مشكله كبيره جدا في السيوله الماديه، خصوصا السيوله الدولاريه، فخلت اكتر من مهاجم يبتعد، منهم موليكا اللي كان الخيار الاول لكولر المدير الفني للفريق، واللي اكد ان موليكا هو رقم واحد بالنسبه له. الاهلي طبعا يعني بقى له شوط كبير بيتفاوض مع نادي بشكتاش التركي بخصوص موليكا. الاول بشكتاش كان بادي مفاوضات ب 6 مليون دولار، نجحت اداره النادي الاهلي ان هي تقلل الرقم ده لحوالي 4 مليون دولار، وكمان قصه استعارته لنهايه الموسم مقابل مليون ونص، فدي كانت المشكله الكبيره ان نادي بشكتاش عايز يبيعه للاهلي بس لمده 6 شهور مقابل مليون ونص دولار، وكمان لو الاهلي عايز يشتريه بعد كده يدفع 4 مليون دولار. ده كان الاتفاق اللي وافق عليه بشكتاش، وقال للنادي الاهلي لو هتفعل الاتفاق ده احنا موافقين على بيع موليكا، ولكن اداره النادي الاهلي خدت 48 ساعه للتفكير. هو مش تفكير فني اكتر ما هو تفكير في تدبير العمله، هل هنقدر ندبر المبلغ ده خلال الفتره دي ولا لا؟ وده فعلا اداره النادي الاهلي ابتدت تحسبه، ولقيت ان من الصعب بل من المستحيل ان هي تقدر تدبر المبلغ ده خلال الفتره ديت يعني، فبالتالي الاهلي خد قرار نهائي بغلق صفحه موليكا والبعد خالص عن الصفقه والانتقال لصفقات ثانيه. كان برضو من ضمن اللعيبه اللي الاهلي بيفكر فيهم سوزا البرازيلي، سوزا لاعب هيونداي الكوري الجنوبي، كان برضو الاهلي انهى كل الاتفاق مع النادي الكوري الجنوبي، ولكن المشكله كانت في اللعيب. اللعيب بعد ما كان اتفق على الراتب بتاعه واتفق على كل التفاصيل التعاقديه، جه بعد يومين اكد ان هو مش حابب يبرم الاتفاق ومش حابب يفعل الاتفاق، فبالتالي الاهلي اغلق برضو المفاوضات معاه. امير توفيق مدير التعاقدات داخل النادي الاهلي كان متواجد في تركيا عشان صفقتين موليكا وسوزا، بما ان طبعا نادي بشكتاش هو نادي تركي، فبالتالي امير توفيق كان بيتفاوض مع نادي بشكتاش فيس تو فيس معاهم على طول، وكمان بالنسبه لسوزا كان وكيل سوزا وهو وكيل
عربي يعني وكيل عربي كان مكتبه الاساسي في تركيا، وحصل برضو تفاوض فيس تو فيس مع امير توفيق ولكن برضو المفاوضات ما تمتش، فعشان كده امير توفيق خرج من تركيا. يعني امير توفيق في الوقت الحالي مش في تركيا، هو في بلد اوروبيه تانية. من الصبح النهارده وكلام كتير ان امير توفيق راح المانيا. راح المانيا ليه؟ عشان دوا طبعا مهاجم نومبرج الالماني، جوادو دوا لاعب نومبرج الالماني، ان هو انتقل لالمانيا عشان المفاوضات مع نادي نومبرج وضم جوادو دوا. يمكن طبعا مصادرنا داخل النادي الاهلي اكدت لنا ان دوا مش في الصوره تماما، ولا كان في الحسابات ولا هيكون في الحسابات، هو بعيد عن الصوره تماما. وان الفكر دلوقتي بين اثنين لعيبه خلاص الاهلي مستقر عليهم، احدهم بيلعب مهاجم صريح ولا مهاجم افريقي بيلعب في اوروبا، والتاني جناح افريقي بيلعب في اوروبا، هم دول المفاضله بينهم. الاهلي ماشي في الاتجاهين كانه يعني هيجيب ده وهيجيب ده، يعني ماشي في الاتجاهين ليه؟ تحسبا طبعا ان الصفقه اي منهم تبوظ في اي وقت فيبقى جاهز بالبديل، خصوصا ان اللي حصل قبل كده مع مارسيلو واللي حصل مع يعقوب مش هينفع يتكرر، لان الوقت خلاص الشهر بينتهي والانتقالات هتقفل. لو الاهلي ما قدرش يجيب مهاجم خلال الايام دي مش هيقدر يجيب مهاجم، فبالتالي الاهلي ماشي في اتجاهين عشان لو في مهاجم او في اتجاه منهم فشل وما تمش يقدر يمشي في الاتجاه الثاني. فعشان كده خلال 48 ساعه فعلا بقى المره دي 48 ساعه بجد الاهلي هيكون تعاقد مع المهاجم الجديد عشان يكون متواجد مع الفريق في بطوله كاس العالم للانديه. بما اننا ذكرنا بطوله كاس العالم للانديه، برضو من ضمن الحاجات اللي يعني مقلقه او مخليه كولر برضو قلقان شويه قصه الاصابات. شفنا الفتره الاخيره اصابات بالجمله داخل صفوف النادي الاهلي، خصوصا على مستوى الدفاع وخط الوسط. كنا شفنا اصابه محمد عبد المنعم، اصابه ياسر ابراهيم، اصابه عمرو السولية، اصابه حمدي فتحي، اصابه برونو سافيو، اصابات كتيره. طبعا مش هنتكلم على الاصابات اللي هي قديمه وطويله لو اكرم توفيق وكريم فؤاد، ولكن انا بتكلم على الاصابات الوقتيه. في يمكن كان امر بيعرض كولر بشكل كبير، ولكن وفقا برضو للجهاز الطبي للنادي الاهلي خلال الساعات اللي فاتت ان كل الكتيبة المصابين دول هيكونوا جاهزين للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. ممكن يعني كولر يستبعد بعضهم عن المباراه الاولى قدام اوكلاند لاسباب ان هو لسه مش جاهز ولسه جاي من اصابه، ولكن على المستوى الطبي اللعيبه كلها هتكون متواجده في بطوله كاس العالم للانديه وهتتواجد بشكل طبيعي مع الفريق خلال الفتره اللي جايه. ده فيما يخص طبعا قصه الانتقالات وقصه كاس العالم للانديه. نروح برضو لموضوع مهم تاني وقصه كابتن اسامه نبيه. طبعا يعني كانت مفاجاه كبيره لجمهور نادي الزمالك قصه تولي كابتن اسامه نبيه المسؤوليه الفنيه خلافه جوزفالدو فيريرا، ولكن يعني وفق لاداره الزمالك واحنا برضو شايفين كده ان يعني كابتن اسامه نبيه هو اكتر يعني حد يستحق التواجد في المكان ده في الوقت الحالي، هو اكتر واحد عارف الفريق، اكتر واحد كان متواجد معاه، فبالتالي مش هيبقى عنده مشكله ان هو يعني يكون عارف كل كبيره وصغيره في الفريق خلال الفتره اللي جايه. لو جبت اي مدير فني اجنبي حتى لو اسم مدير فني كبير هيبقى ريسك كبير لان هو مش هيبقى عارف كل حاجه، فبالتالي هتخسر اكتر ما هتكسب. ولكن استخدام كابتن اسامه نبيه طبعا كان قرار مهم جدا من اداره نادي الزمالك. كابتن اسامه نبيه يملك خبرات كبيره ويملك ثقه كبيره طبعا كمان بين اللعيبه، وفعلا كابتن اسامه نبيه تولى المسؤوليه وقاد التدريبات وكانت اول قراراته يعني رفع الحمل البدني للاعبين. يمكن كابتن اسامه لاحظ في الفتره الاخيره ان مستوى لعيبه الزمالك على مستوى الحمل البدني يتراجع بشكل كبير في الشوط الثاني، يعني فهو اتكلف على طول يعني اخصائي الاحمال ان هو يتم وضع برنامج لرفع الحمل البدني للاعبين. كمان شيكابالا العائد من الاصابه برده يعني اتعمل له برنامج خاص يجهز بيه خلال الفتره اللي جايه. وبرده من الاخبار الكويسه داخل نادي الزمالك عوده ابراهيم النضاي. ابراهيم النضاي طبعا لاعب الزمالك المحترف اللي بقى له فتره كبيره جدا غايب بدا الاصابه، قدر ان هو يرجع للتدريبات. الزمالك طبعا عنده مباراه مهمه جدا قدام نادي فيوتشر يوم الاحد، هتكون طبعا يعني منافسه كبيره على المركز الثاني. دلوقتي الفريقين بيتنافسوا على المركز الثاني، ودلوقتي نادي فيوتشر هو في المركز الثاني، الزمالك يمكن بعيد شويه، ولكن اكيد الزمالك هيبقى هدفه خلال الفتره اللي جايه ان هو يعدي كل الفرق. ممكن تكون المنافسه على اللقب اتصعبت شويه، ولكن ما فيش حاجه اسمها في الكوره صعب. اكيد الزمالك برده لما يستعيد توازنه ويرجع للانصارات هيبتدي يفكر تاني في بطوله الدوري العام، على امل طبعا ان النادي الاهلي يبتدي يقع في المباريات المقبله، ولكن هو هدفه دلوقتي الاساسي هو يعني اقتناص المركز الثاني وبالتالي اقتناص المقعد في بطوله دوري ابطال افريقيا. دي طبعا كانت تغطيتنا من تلفزيون اليوم السابع الخاصه بصفقات الاهلي وصفقات الزمالك وسداديه الاهلي والزمالك، سواء النادي الاهلي لبطوله كاس العالم للانديه او لزمالك مباراه فيش. خليكم دايما معانا في تلفزيون اليوم السابع.